إذن لا يأتيني أحد ويقول بأنه جئني ببحث شنو؟ بدليل تجريبي علمي محض. الجواب هذا واقعا لا يفهم المنهج التجريبي ولا يفهم المنهج العلمي. فإذا وجدت أحدا يقول إذا استدلت بقاعدة فلسفية أنا بعد لا أوافق، واقعا بعد لا تدخلوا يا في بحث. ليش؟ لأنه هذا لا يعرف مولانا المنهج الصحيح ما هو. أنا قلت مرارا أنت لكي تبحث مع أحد لابد أن تكون بينكما جسور مشتركة. عندما لا يقبل، عندما يتصور بأنه يمكن الاستغناء عن الاستنباط العقلي والقواعد العقلية، هذا لا يستحق الخطاب، واقعا لا يستحق الخطاب. ومن هنا بعد ما قاله البعض مولانا أن الفلسفة ماتت بعد شنو كلام ها دقيق لو غير دقيق. هذا ستيفن هوكينج مولان في كتابي التصميم. طبعا في هذا الكتاب هو صار ماذا ادعى الإلحاد وقال، وإلا كتب قبل لا يوجد فيها، في هذا الكتاب هو يدعي شنو يعني يدعي الإلحاد ويؤمن بالإلحاد. يقول كانت تلك هي الأسئلة التقليدية للفلسفة. يا أسئلة ها ما هي؟ كيف يمكننا فهم الواقع الذي وجدنا أنفسنا فيه؟ كيف يتصرف الكون؟ ما حقيقة الواقع؟ من أين أتى كل ذلك؟ هل الكون كان بحاجة لخالق؟ يقول كانت تلك هي الأسئلة للفلسفة، لكن الفلسفة قد ماتت. الجواب فكرك مات، لا الفلسفة شنو؟ ماتت. لا يمكن للفلسفة شنو؟ أنت لا يمكن. ما دام الإنسان هذا الإنسان فالفلسفة شنو؟ إلا أن الإنسان يوهم نفسه أنه شنو الفلسفة. ولهذا أنا من عندما أستمع إلى البعض يقول الفلسفة محرمة الفلسفة، واقعا هذا فقط عند جهل مركب مش آخر، هو دي يعيش الفلسفة أصلا. كل النتائج اللي دي يأخذها أيضا ما هي ها مبنية على قواعد فلسفية سابقة وفلسفية لاحقة، بس لا يريد أن يسميها ماذا فلسفة، وإلا يعيش الإنسان. ولهذا تعبير هوكينغام هي ماذا قال؟ معظمنا يمضي وقته في قلق بشأن تلك الأسئلة، لا يمكن أن يعيش من غير هذه الأسئلة أعزائي، لا يمكن أن يعيش.